ومن الحاجات فعلا والله العظيم اللي حصلت لي اللي مبسوطة منها قوي ان انا موجودة في هذا المكان المحترم اللي انا احترمته اكتر بكتير قوي 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 وعالي في نظري قوي 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 وبتكلم بمنتهى الامانة. اعلام المصريين اللي عملتوه مع 100 طفل كان عظيم، واحساسكم بالاهمية والسرعة في التنفيذ والسرعة في الاستجابة، كل حد قائم على إعلام المصريين وعلى أي حد في الدولة. أنا بشكركم جدا جدا بالنيابة عن 100 أسر، أسرة مصرية، و100 طفل إن شاء الله بإذن الله يكون شفائهم بسبب ربنا وبسبب الشعب المصري وبسببكم بإذن الله. نروح لفاصل ونرجع.